وعودة مرة أخرى مع أخبار الملاعب العربية والإفريقية. ووفاق استضيف الجزائري بالمربع الذهبي لأبطال إفريقيا لأول مرة منذ 24 عام. تأهل فريق وفاق استضيف الجزائري إلى المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا برغم تعادله أمام الترجي التونسي 2-2، وهذه هي المرة الأولى التي تأهل فيها الوفاق إلى المربع الذهبي للمسابقة الإفريقية منذ عام 1988 حين توج بلقب المسابقة بتسميتها السابقة كأس إفريقيا للأندية الأبطال. وسيرافق وفاق استضيف الصفاقسي التونسي إلى المربع الذهبي، وستكون مباراتهما المقبلة شكلية ولتحديد بطل المجموعة فقط. ورسميا مباراة اتحاد جدة والعين الإماراتي في دوري أبطال أسيا بدون جماهير. تلقت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي خطبا من قبل لجنة الاتحاد للانضباط يفيد بعدم حضور جماهير مباراة الإياب أمام العين الإماراتي في بطولة دوري أبطال أسيا. وذكرت التقارير الصحفية أن الاتحاد الآسيوي قد وقع على الفريق السعودي عقوبة بناء على تقارير مراقبي مباراتي اتحاد أمام فريق الشباب في دور 16 في البطولة الآسيوية وذكرت التقارير الصحفية أن الاتحاد الآسيوي قد وقع على الفريق السعودي عقوبة بناء على تقارير مراقبي مباراتي الفريق الاتحادي أمام فريق الشباب في دور 16 في البطولة الآسيوية لقيام جماهير نادي الاتحاد بإطلاق الألعاب النارية. يذكر أن الفريق الاتحادي سبق أن خاض أولى لقاءاته في البطولة الآسيوية أمام فريق يختور الأوزباكي بدون جمهور. والشباب السعودي يجدد تعاقده مع القائد عطيف لأربعة سنوات. أعلن الشباب بطل كأس ملك السعودية لكرة القدم أنه جدد التعاقد مع أحمد عطيف قائد الفريق لأربع سنوات. وقال النادي في بيان أنه جدد التعاقد مع لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عام دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى متعلقة بالصفقة. وبدأ عطيف مشواره مع الشباب في 2003 وساهم في فوز الفريق بالدوري السعودي ثلاث مرات عوام 2004 2006 و2012 وبكأس الملك مرتين. والأخوية القطري تعاقد مع المدافع الإسباني فلوريس. أعلن نادي الأخوية القطري عن تعاقده مع المدافع الإسباني شيكو فلوريس من صفوف سوانزي سيتي الإنجليزي. وحضر فلوريس للدوحة قبل يومين واجتاز الكشف الطبي بنجاح قبل التوقيع على عقود انتقالية للخويا. ويسعى الخويا لتعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات من أجل الدخول بقوة في الموسم المقبل والدفاع عن لقبه كبطل لدوري نجوم قطر، بالإضافة إلى سعيه للمنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال أسيا حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من العين الإماراتي والاتحاد السعودي وترك توز للساري تبريز الإيراني. مشاهدينا ده معادنا مع الفاصل الثاني، وبعد كده هنرجع نكمل أخبارنا من الملاعب العالمية. ابقوا معنا.